مصرياً، حلقة خاصة من داخل كواليس تصوير مسلسل جعفر العمدة. حركة! نزيل خناقة بسرعة الآن! أكشن! حوارات ولقاءات مع أبطال المسلسل، النجم محمد رمضان. مستحيل تشوف خوفه، مستحيل تشوف غضبه، يعني ما يبانش. والمخرج محمد سامي. معلم ابن عز وجاه من السيدة زينب، اسمه جعفر عبد الجواد خضر العمر. بكرة الأيام تفهمك يا بنت فتوح. بكرة الأيام هتفهمك يا بنت فتوح. يكشفان لرامي رضوان تفاصيل خاصة عن المسلسل وأدوار المشاركين فيه. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، شوفكم على خير لمدة 30 يوم في رمضان مع مسلسل جعفر العمدة على قنوات دي ام سي. ضغط منظره خفف. جعفر العمدة مع رامي رضوان في مساء دي ام سي، غدا الساعة 9 مساء فقط على دي ام سي.